شباب يحس ان هي منال يحط رقم واحد بسرعة. ليش كل ما اقرب منها تحط يد على الطاولة؟ والله احسها بتغتصبني يا عيال. لا تسألني ليش اللي في يدي يا عيال. اهلين بالكواسر، هل نقدر نوصل هالمقطع 10,000 لايك؟ اللعبة هذه عبارة عن سفينة وفيها قراصنة، تمام، وناس أوبن زي ببجي كده، ناس كثيرة، أوكي، بيكون معها السفن. طبعا أنت تأخذ مهمات، بتسوي مهمات اللي هو إيش، مهمة مثلا تشيل كنز، مهمة ما أدري إيش، شيء زي كده، أنت فاهم؟ نسوي مهمات والله العظيم وانا واقف وانا حاسس انه في عيون ليزريه كذا في قفايا، والله من قوه عيون كذا، تعرف افك كذا العين ملصقه كذا بق، وحتى مسوي كذا العيون كذا تطيح من يدك. طبعا يا شباب رسمت الان وهذه سفينتي، اوكي، الان المفروض اني اجمع اغراض. هذه السفينه، هذا البحر زي ما انتم شايفين، اوكي، هلو ماي سفينه واتس اب مي، اوكي. طبعا هذه السفينه وهذا ايش، هذه الكور، تمام، وهنا الاغراض. هذا العبي الامو، انا معي سنايبر، بغير السلاح صراحه. وهذا ايش، اوكي، هذه الخريطه يا شباب، ان اروح ادور على الجزر او الاشياء المهمات اللي راح اسويها، اوكي، واسافر بالطريقه هذه والبوصله واشوف. طبعا الان هذا انا زي ما شايفين، هذه السفينه، هذه السفينه اللي تشوفها في الخريطه، هذا انا، اوكي. فالان قبل ما اسافر واطلع، تمام، اوكي، في موز هنا، هنا في موز، اوكي، بغير سلاح بس ابى اخذ الشوتجن، وبصراحه ما ادري وين الشوتجن. A few moments later، بس بغير الحين الشوتجن، بحطه هنا، اوكي، بس وهذا السيف كذا، نوقف هنا يا شباب، اول ما نبحر نقول ايش، نقول الى اللا نهايه وما بعدها. نعم يا ساده، والله اللعبه حلوه ترى، بس اعطوني رايكم، اوكي. قبل ما نبدا بس خلينا نحمل الموارد في السفينه. طبعا الموارد تجيبها من هنا، يب، هذا وهذا، ما ادري ايش فايده. لا تسالني ليش اللي في يدي يا عيال. طيب في ناس يتسالوا يقول لي كاسر ايش فايده الكور؟ وايش فايدة الخشب؟ وايش فايدة الاكل؟ شوف الاكل اكله يزود دمي، اوكي؟ الكور اللي هي المدافع، تمام؟ عندك اللي هو الخشب يفيدك في تصليح السفينة لو ناس هاجموك. لا مثلا، اوكي. اوكي. واو يمتي. ايوه هذا اكل، الله، اوكي، مانجا وخوخ ونايس. هذا السلاح حقي، بس شوف براميل 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 براميل، ابغى براميل عيال عيال براميل، بس بشيل اخر هذا بعبي بكور وخش. ايوه ايوه هذا، الله يحرق ام الدوده الوسخه دي يا دين ام. اوكي خلينا نعبي، ايوه اوكي، باقي لي شويه خشب وكور، خلاص كذا خلصت. ايش يسوون هذا بس يلا يا شباب، اللي يحس ان هي منال يحط رقم واحد بسرعه. ليش كل ما اقرب منها تحط يد على الطاوله؟ والله احسها بتغتصبني يا عيال. اول شيء هذا الخريطه لازم نروحه، اوكي؟ ركزوا معايا، الان انا في مهمه وطبعا راح اسحب الشراعه، قبل ما اتحرك قبل كل شيء ابى اعرف وين مكانه، انت فاهم؟ الان شايفين شكل الخريطه كيف؟ الان ايش حنسوي؟ حنفتح الخريطه الكبيره اللي هنا، تمام، وندور على نفس الشكل هذه، اوكي، احفظوا الشكل معي يا عيال، اوكي. A few moments later، ايوه هذه هي هذه هي هذه هي، اوكي ركز معايا دقيقه، خليني ارفع، ها شايفينها، يب، نفس الصخور نفس كل شيء، يب هذه هي. طيب الان ايش تسوي؟ حنكبر خريطه، اوكي، يعني لازم نتجه، اوكي خلينا نفك البوصله، اللعبة معقدة نوعا ما، اوكي. الآن احنا في، شوف يا شباب، هنا مكتوب ان اي، يعني نورث ايست،
اوكي المفروض نتجه الى دقيقه انا واقف كيف ورانا المفروض نتجه كذا المفروض اذا صح كلامي اذا صح كلامي المفروض نتجه بالطريق اوكي مو مشكله ارفع المرساه ايها الشعب نحن منطلقون الى الكنز اوكي السفينه حتبدا تمشي اول شيء لازم ننزل الشراع يلا نزلنا الشراع ووهو الى اللانهايه وما بعدها الله يستر ما نصدم اوكي خلينا نسوي كذا وبعدين نعطيها ايش يا جماعه ايوه نعطيها الاغنيه الحلوه يلا متجهون الى جزيرة الكنز نعم يا السادة هنا سوف اصير غني جدا ها شوف كلمة شيء صح ايوه يا بحلق هنا يا شباب شوفوا هذه القرية اللي المفروض نوقف فيها فخلينا نتجه لها اوكي نروح يمين خلينا ننزل الشراع شوية او نرفع الشراع شوية فوق بحيث انه ايش تكون السرعة ضعيفة نوعا ما نزل فرمل الله نعم يا سادة الآن الخطة الثانية أول شيء الشوتجن معانا أوكي أكلنا معنا أكل يب معايا موزة عشان يحميني يزود دمي أوكي نايس وان خليني ندخل الشوتجن ونسوي يب يا سادة يب عارف نطة غبية صح لا دقيقة خلص اوكي ابلع 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 اوكي اوه شيت سيارتي جايب سيارتي خشب المشكلة الأليف والله يا عيال كنت جريت وراه بس للأسف شوف يا شباب احنا اول شيء عشان نعرف نطلع الكنز ايش حنسوي حنجيب اي هيت شوتجن اي اوكي هو يقول احنا هنا طيب نبغى علامه مميزه اوكي نبغى علامه مميزه انا هنا واقف a few moments later طيب اوكي ممكن نعرف الشباب من هنا فاهم علي يا جماعة الشجرة أنا الشجرة ثعبان لسه بقول لسه ثعبان الشجرة ثعبان أنا ممكن تدري إن هي تتحرك أصلا أوكي هذه تشبه إيش؟ هذه تشبه واحدة أوكي في هنا طريق أوكي هنا في صخور دقيقة ويت وات أوكي في طريقة غبية نوعا ما بضل مشوار أوكي وشوف الغباء اللي فيه الان لازم نطلع بس انا ماني عارف انا وين بالضبط انا في الجزيره الصح بس انه راح اضغط اف هنا اوكي وبعد ايش اسوي بروح للخريطه وبشوف السفينه فين واقفه من غش انا فليس منا اوكي اوكي يعني هنا المفروض هنا الكنز المفروض نحصل هنا يا عيال اوكي وبالتالي انا واقف هنا يصير خلي الخريطه كبيره مره كذا شوفوا اللي عليها اكس شايفين الاكس الاحمر يعني هنا زي ما انا حطيت تمام فبالتالي اول ما انزل من السفينه لازم امشي كذا نكتب يا عيال انه انتوا مفكرين الوضع كذا يلا كنوز لا الشغله مو هنا عارفين الشغله وين انه بعد ما اجيب الكنز واحطه في السفينه فجاه يجوك ناس اللي هم اونلاين يقتلوك وياخذوا الكنز حقك ويبيعوه فهمت عشان ياخذوا مبالغ طيب خلينا نركز الان نفتح الخريطه ونشوف اوكي السفينه قلنا واقفه هنا والموقع المفروض يكون شوفوا هذا الجبل نايس الاكس تحت الجبل يعني المفروض يكون هنا المفروض طيب الان ايش حنسوي؟ حنضغط مو اي حنضغط على جرافه ونبدا نطلع الكنز دقيقه عشان نكون اوكي بادق التفاصيل يا ليل البيض على بالك كنز طلع لي دوده يلا انبسط
خلينا نرجع الخريطة بس ثاني. اوكي اوكي هي هنا، هي هنا هنا، بس ولا حفر حفر كويس. اوكي الله يعين، بنحفر الحفر كلها. اوكي ممكن يكون هنا. ايوه الله، اخيرا والله. لا تطلع اطلع، الله تعين امي. يس استنى صلي على النبي يا تعال انت الثاني. الى السفينه الى السفينه الى السفينه وين السفينه وين سفينتك وين سفينتك. ايوه هلا والله الكنز، حصلنا الكنز. ايش هذا؟ في شيء هنا. وات حصلنا الكنز يا عيال، الحمد لله لك الحمد والشكر يا رب. ايوه خليني ادخل جوا. يلا حطينا. هي 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 نجحنا يا شباب.